ربنا اكرمنا واكرم حسين. احتفالا بقى بنجاح العمليه لازم ارد بيسافر نقضي اجمل شهر عسل. حسين هيكون معانا؟ طبعا لازم يكون معانا. بتحبيه يا سام؟ طبعا. انا عاوزك تفهمي حاجه مهمه قوي. حسين بالنسبه لي مش مجرد اخ. حسين بالنسبه لي اب وام واخ وصديق. حسين بالنسبه لي حاجات كتير قوي. وانا كمان. صباح الخير. صباح الخير. حصل بعد الليله دي. على قد ما انا فرحان لشيف حسين على قد ما هو صعبان عليا. انا بقى صعبان عليا التلاته. Thank you.
تعبتي قوي النهارده يا سيهان. تهيألي انت استريحي بقى. تعالي يا حبيبتي وسيبي الحاجات دي للصبح. حسين. نعم. انت النهارده تعبت قوي في الحفله والدكتور قال بلاش ارهاق. استحسن تطلع تنام. أشكركم على عواطفكم النبيلة. أنا ممنون. أهلا حسين. تعالوا أنا عايزكم. ثانية يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. أهلا يا حسين. عاد يا سام. تجنن المي. اظن جه الوقت اللي استرد فيه الامانه بتاعتي. امانه ايه يا حسين؟ سهام لازم ترجع لعصمتي. ببساطة دي؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حسين؟ هو احنا عرايس في ايديك بتلعبها زي ما انت عاوز؟ اتجوزوا اتطلقوا؟ لا يا حسين، لا. سهام مراتي وحبيبتي ولا يمكن هفرط فيها ابدا. معقولة؟ معقولة يوسف اخويا اللي انا مربيه يطمع في مراتي؟ مراتك؟ ما بقتش مراتك يا حسين، انت طلقتها بارادتك. طلقتها عشان احميها واحمي مستقبلها. كنت خايف عليها لا تتبهدل من بعدي، لكن دلوقتي انا خلاص خفيت وبقيت زي الاول. واحنا ما بقيناش زي الاول. انا وسهام بنحب بعض ومفيش قوه هتفرقنا. معقول؟ يوسف اخويا اللي ربيته وضيعت عليه شبابي وسنين عمري يخوني؟ لا يا حسين، لا احنا ما كناكش. احنا بنحبك يا حسين. حسين، انا مستعد اديك عمري لكن مراتي لا. لا، اخرج من بيتي. مش عايز اعرفك، مش عايز اشوف وشك تاني. انا ماليش اخوات. برا برا. Oh,
وراك. تسلمي ايدك يا سلام. مالك يا حبيبي؟ ايه اللي مضايقك؟ انا مراتك، قول لي. ما تشغليش بالك، كل شيء هيبقى كويس. انا هبقى مبسوط طول ما انت معايا. يا جميل ها؟ اشرب شاي حلو كتير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شقه الاستاذ يوسف عبد الغفار في اي دور؟ في الدور الرابع، بس هو مش موجود دلوقتي. ولا المدام بتاعته موجوده؟ لا المدام موجوده يا بيه. طب متشكر. لا مؤاخذه، لو كنت العب غلط. اطلع على رجلي. مساء الخير. معقولة يا سهام لما تشوفيني تتخض كده؟ ده انا عملت المستحيل عشان اوفر لك الامان. انا اسفة قوي، انا اصلي اتفاجئت انك موجود. يا ترى هتسمحي لي ادخل؟ طبعا اتفضل. انت خايفه مني يا سهام؟ معقوله؟ ده بيت اخويا، ومهما كان احساسي ناحيتك فالبيت ده ليه حرمه لازم احافظ عليها. انا جاي ارجوك تقنع يوسف يرجع البيت. البيت صعب عليا، انت ويوسف، كل حتة في البيت بتفكرني بيكم. سامحوني، أنا كنت أناني، إنما الظاهر الواحد لما بيبقى في سني بيبقى طمعان أوي في الدنيا. خلاص يا يوسف، مش ممكن حياتنا هترجع زي ما كانت. انت بتقولي ايه يا سام؟ عايزه تسيبيني بعد ده كله؟ حسين بالنسبه لي ما كانش مجرد اخ، ده كان